الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاد به أفلح وكل من عامله يربح. رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح، فأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح، فقام الورق على الورق تسبح وتمدح. أشهد أن لا إله إلا الله الغني الجواد من بالعطاء الواسع وأفسح. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه وماله وأبان الحق وأوضح، صلى الله عليه وعلى أبي بكر الذي لازمه حضرا وسفرا ولم يبرح، وعلى الفاروق الذي كان في إعزاز الدين يقدح، وعلى عثمان ولا أقول ما جرى ولا أشرح، وعلى علي وأبرأ ممن يولو فيه أو يقدح. والآن مع 74 وسيلة لتغفر لك ذنوبك في رمضان بإذن الرحيم الرحمن. الوسيلة الأولى: المؤذنون يغفر لهم بمد الأصوات ولهم مثل أجر المصلين والمصليات، فقد صح عن النبي قوله: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه، وروى الحديث النسائي وصححه الألباني. الوسيلة الثانية: شهود للمؤذنين يوم الدين فطوبى للمؤذنين. قال خاتم النبيين: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما، وروى الحديث أبو داود وصححه الألباني. الوسيلة الثالثة: دعاء النبي الأمين بالمغفرة المؤذنين. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وروى الحديث أبو داود وصححه الألباني. الوسيلة الرابعة: من أذن في رأس شظية غفر له بار البرية وأدخله جنة علية. ولملاه، وقد قال صلى الله عليه ومن والاه: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، وروى الحديث أبو داود وصححه الألباني. الوسيلة الخامسة: دعاء مأثور يغفر لك به العزيز الغفور. ولم لا، وقد قال صلى الله عليه ومن والاه: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، والحديث في صحيح مسلم. الوسيلة السادسة: دعاء يسير يشفع لك بسببه البشير النذير. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، والحديث في صحيح البخاري. الوسيلة السابعة: الوضوء للصلاة يغسل الخطايا بإذن الله بار البرايا. ولم لا، وقد قال صلى الله عليه ومن والاه: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، والحديث في صحيح مسلم. الوسيلة الثامنة: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. قال سيد البريات صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا، وصحح الحديث الألباني. الوسيلة التاسعة: من أذنب فتوضأ ثم صلى ركعتين غفر له رب المشرقين ورب المغربين، وقد صح عن رسول الله قوله: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له، وروى الحديث أحمد وصححه الألباني. الوسيلة العاشرة: من توضأ ثم صلى ركعتين غفر له رب الثقلين، وقد صح عن رسول الله قوله: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، وحسن الحديث الألباني وهو في صحيح الجامع. الوسيلة الحادية عشر: الصلوات الخمس كفارات إذا اجتنبت الموبقات، وقد صح عن رسول الله قوله: الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والحديث في صحيح مسلم. الوسيلة الثانية عشر: من حافظ على صلاة الجماعة عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنبه كيوم ولدته أمه، وقد صح عن النبي المصطفى قوله: رأيت ربي عز وجل فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قل:
قلت ربي في الكفارات، المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فمن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وروى الحديث الترمذي وصححه الألباني. الوسيلة الثالثة عشر، من توضأ في أسباب الوضوء ثم مشى إلى صلاة في جماعة فصلاها مع الإمام غفر له ربه القدوس السلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، من توضأ في أسباب الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام وغفر له ذنبه. وأخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني. الوسيلة الرابعة عشر، المشي على الأقدام إلى الجماعات يكتب به الحسنات ويغفر به السيئات. قال النبي عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. وروى الحديث ابن حبان وحسنه الألباني. الوسيلة الخامسة عشر، المشي إلى الجماعات يكتب لصاحبه بكل خطوة عشر حسنات. وقد صح عن سيد البريات قوله، إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد ورعى الصلاة كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات. وروى الحديث ابن حبان وصححه الألباني. الوسيلة السادسة عشر، منتظر صلاة الجماعة في بيت الله كفارس في سبيل الله تصلي عليه ملائكة الله. قال رسول الله، منتظر الصلاة من بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقم وهو في الرباط الأكبر. روى الحديث أحمد وحسنه الألباني. الوسيلة السابعة عشر، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامتين. ولم لا؟ وقد قال رسول الله، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. وروى الحديث الترمذي وحسنه الألباني. الوسيلة الثامنة عشر، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له أفضل من عتق أربعة رقاب بإذن الله العزيز الوهاب. قال سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الوداع حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وروى الحديث أبو داود وحسنه الألباني. الوسيلة التاسعة عشر، من اغتسل ثم أتى الجمعة فأنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم صلى معه وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام بفضل الله القدوس السلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. والحديث في صحيح مسلم. الوسيلة العشرون، من اغتسل يوم الجمعة ووسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. ولم لا؟ وقد قال رسول الله، من اغتسل يوم الجمعة ووسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. وصح الحديث الألباني. الوسيلة الواحدة والعشرون، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان بإذن الله الرحيم الرحمن. قال النبي العدنان، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وروى الحديث الترمذي وحسنه الألباني. الوسيلة الثانية والعشرون، كثرة السجود ترفع الدرجات وتغفر السيئات بإذن الله بار البريات. وقد صح عن النبي المصطفى قوله، عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. حديث في صحيح مسلم. الوسيلة الثالثة والعشرون، الصلاة في الصفوف الأولى سبب لمغفرة الذنوب. فعن عرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة. وروى الحديث ابن ماجة وصححه الألباني. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وروى الحديث ابن ماجة وصححه الألباني. الوسيلة الرابعة والعشرون، لا يأتي المسجد الأقصى أحد يريد الصلاة فيه إلا غفر الله له. ولم لا؟ وقد قال رسول الله، لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة، حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ولا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه
وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. وروى الحديث ابن ماجة وصححه الألباني. الوسيلة 25، خصلتان اثنتان سبب لدخول الجنان. قال عنهما النبي العدنان: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبر عشرا. قال فأنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قال فقال: 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، وإذا آوى إلى فراشي سبح وحمد وكبر 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم الواحد 2500 سيئة؟ قال: كيف لا يحصيها يا رسول الله؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاة فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، حتى شغله ولعله ألا يعقل، ويأتيه في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. روى الحديث ابن حبان وصححه الألباني. الوسيلة 26، موافقة التأمين سبب لمغفرة رب العالمين. قال النبي الأمين: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في صحيح البخاري. الوسيلة 27، موافقة التحميد سبب لمغفرة الرب المجيد ولملاه. وقد قال رسول الله: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في صحيح مسلم. الوسيلة 28، من تعرى من الليل فذكر الله غفر له ربه ومولاه. وقد صح عن رسول الله قوله: من تعرى من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. والحديث في صحيح البخاري. وسيلة 29، من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه ولملاه. وقد قال رسول الله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. الوسيلة 30، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صح عن رسول الله قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين. الوسيلة 31، صلاة التسابيح في 4 ركعات يؤفر بها الذنوب والسيئات. صح عن النبي المصطفى قوله لعمه العباس: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبك، ألا أفعل بك 10 خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. وصحح الحديث الألباني وهو في صحيح الجامع. الوسيلة 32، من صام رمضان غفر له الرحيم الرحمن. الوسيلة 32، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صح عن النبي المصطفى قوله: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين. الوسيلة 33، صلاة العمرة من المكفرات. قال النبي عليه أفضل الصلوات: أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وروى الحديث الطبراني وصححه الألباني. الوسيلة 34، الطواف بالبيت 7 أشواط يمحو السيئات ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات. وقد صح عن سيد البريات قوله: من طاف بالبيت أسبوعا، أي 7 أشواط، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة، ورفع له بها درجة. وصحح الحديث الألباني. الوسيلة 35، الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، ويا لها من علامة يومئذ وشامة. قال رسول الله: لأبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وصحح الحديث الألباني.
الوسيلة 36 استلام الركنين يحط خطايا الثقلين. قال النبي المصطفى إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، وصحح الحديث الألباني. الوسيلة 37 الطواف بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل، وذاك من فضل ربنا الجليل. قال النبي النبيل صلى الله عليه وسلم وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وصحح الحديث الألباني. الوسيلة 38 المغفرة للمحلقين والمقصرين، وذاك من فضل رب العالمين. قال النبي الأمين داعيا ربه جل وعلا اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين، وصحح الحديث الألباني. الوسيلة 39 من خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، وقد صح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. الوسيلة 40 من كان سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء غفر له إله الأرض والسماء. قال خاتم الأنبياء غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى، وصحح الحديث الألباني. الوسيلة 40 تصافح المسلمين سبب لمغفرة رب العالمين. قال النبي الأمين ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، وصحح الحديث الألباني. الوسيلة 41 عيادة مرضى المسلمين سبب لاستغفار الملائكة المقربين. قال النبي الأمين ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار كان حتى يمسي وأي ساعات الليل كان حتى يصبح، وصحح الحديث الألباني. الوسيلة 42 صلاة الجنازات سبب للشفاعة وتكفير السيئات. قال سيد البريات ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وقال رسول الله أيضا ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. الوسيلة 43 من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه علام الغيوب. قال النبي المحبوب من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس، وصحح الحديث الألباني. الوسيلة 44 ما من مؤمن يعزي أخاه إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. قال رسول الله ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة، وصحح الحديث الألباني. الوسيلة 45 سورة تشفع لصاحبها يوم الدين حتى يدخل الجنة مع الداخلين. قال النبي الأمين إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، وصحح الحديث الألباني. الوسيلة 46 استغفار يسير يغفر لك به الخبير البصير. قال البشير النذير من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف، وروى الحديث الترمذي وصححه الألباني. الوسيلة 47 طوبى للأخيار المستكثرين من الاستغفار. وقد قال النبي المختار من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، وروى الحديث البيهقي وحسنه الألباني. الوسيلة 48 من علم قدرة الكبير المتعال غفر له وما يبالي. وقد صح عن النبي المصطفى قوله قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، وروى الحديث الطبراني وحسنه الألباني. الوسيلة 49 من استغفر ربه قبل 6 ساعات وغفر له ذنبه والسيئات، ولما لا؟ قال رسول الله إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة، وروى الحديث الطبراني وحسنه الألباني. الوسيلة 50 من لازم الاستغفار
الاستغفار وافضله العزيز الوفاق. قال النبي المختار: ان الشيطان قال: وعزتك يا رب لا ابرح واغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. وقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. وروى الحديث احمد وحسنه الالباني. وسيله 51: من علم ان له ربا يغفر الذنوب غفر له علام الغيوب. ولم لا؟ وقد قال رسول الله فيما يرويه عن ربه ومولاه: اذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. وقال تبارك وتعالى: اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فاذنب فقال: اي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي اذنب ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فاذنب فقال: اي رب اغفر لي ذنبي. وقال تبارك وتعالى: اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد وفرت لك. والحديث في الصحيحين. الوسيلة 52: يفرح علام الغيوب بتوبة عبده حين يتوب. قال النبي المحبوب: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظله قد آيس من راحلته فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الحديث متفق عليه. وسيلة 53: من استغفر ربه في ثلث الليل الأخير غفر له الخبير البصير. قال البشير النذير: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث متفق عليه. الوسيلة 54: من صلى على النبي صلى عليه الرب العلي بكل صلاة عشرة ورفع له عشر حسنات وكتب له عشر درجات ومحى عنه عشر سيئات. قال سيد البريات: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها. وصح الحديث الألباني وهو في صحيح الجامع. وسيلة 55: الصلاة على النبي المعصوم يغفر بها الذنوب وتكفى الهموم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه قال: يا رسول الله، إن أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. روى الحديث الترمذي وحسنه الألباني. الوسيلة 56: ذكر عشر مرات يكتب لك به عشر حسنات موجبات ويمحى عنك به عشر سيئات موبقات. وقد صح عن رسول الله قوله: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إسر المغرب، أي بعد صلاة المغرب، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات ومحى عنه عشر سيئات موبقات، وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات. وروى الحديث الترمذي وحسنه الألباني. وسيلة 57: مجالس الذكر والتمجيد كفارة لذنوب العبيد. قال النبي الرشيد: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. وروى الحديث الطبراني وحسنه الألباني. الوسيلة 58: ذكر الرحيم الرحمن سبب لمغفرة الذنوب والحفظ من الشيطان. قال النبي العدنان: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة أو محيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك. والحديث في الصحيحين. الوسيلة 59: ذكر ختام الصلوات سبب لمغفرة الذنوب والسيئات وإن كانت مثل زبد البحر. فقد صح عن النبي المصطفى قوله: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث
في صحيح مسلم. وسيلة الستون ذكر يسير سبب لمغفرة الأوزار وإن كانت مثل زبد البحار. قال النبي المختار: من قرأ سبحان الله وحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث في الصحيحين. وسيلة 61: 100 من التسبيحات تعدل 1000 من الحسنات. قال النبي المصطفى عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات: أعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ فسأله سائل: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح أحدكم 100 تسبيحة تكتب له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 سيئة. والحديث في صحيح مسلم. الوسيلة 62: دعاء سيد الاستغفار سبب لمغفرة السيئات ودخول الجنات. قال النبي عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. والحديث في صحيح البخاري. الوسيلة 63: دعاء عند دخول الأسواق يعدل 1,000,000 حسنة بإذن العليم الخلاق. قال النبي المصطفى: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1,000,000 حسنة ومعه عنه 1,000,000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. وصحح حديث الألباني وهو في صحيح الترمذي. الوسيلة 64: كلمات يسيرات يغفر لك بها الذنوب والسيئات. قال النبي المصطفى: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعقدهن 5 بأصابعه. ثم قال: من قالهن في يوم أو ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه. وصح الحديث الألباني وهو في صحيح الترغيب. الوسيلة 65: كلمات يسيرات يكتب لك بها حسنات ويغفر لك بها السيئات. قال النبي عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات: إن الله عز وجل اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: ومن قال سبحان الله كتبت له بها 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة. ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له بها 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. وروى الحديث أحمد وصححه الألباني. الوسيلة 66: كلمات النفائس كفارة للغط المجالس. قال النبي المصطفى: من جلس في مجلس فكسر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وروى الحديث الترمذي وصححه الألباني. الوسيلة 67: 4 كلمات تنفض الخطيئات. قال عنهن سيد البريات: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وحسن الحديث الألباني وهو في صحيح الترغيب. الوسيلة 68: 3 كلمات سبب لمغفرة الذنوب والسيئات. قال النبي عليه أفضل الصلوات والتسليمات: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وحسن الحديث الألباني وهو في صحيح الجامع. الوسيلة 69: حمدك الله بعد الطعام يغفر لك به الله الذنوب والآثام. ولم لا؟ وقد صح عن رسول الله قوله: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لابس ثوبا فقال الحمد لله الذي كسني هذا من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبه. وحسن الحديث الألباني وهو في صحيح الترغيب. وسيلة 70: الخلق كلهم حتى الحيتان يصلون على معلم الخير للإنسان. قال النبي العدنان: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وصحح الحديث الألباني. وسيلة 71: من أزال أذى عن طريق المسلمين غفر له رب العالمين. قال النبي الأمين: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. والحديث في الصحيحين. وسيلة 72: الحسنات يذهبن السيئات. قال النبي عليه أفضل الصلوات والتسليمات: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وحسن الحديث.
الحديث الألباني. وسيلة الثالثة والسبعون لابتلاءات تكفر الخطيئات. قال النبي عليه أفضل الصلوات والتسليمات: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وفي ماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. وروى الحديث الترمذي وصححه الألباني. وسيلة الرابعة والسبعون ذكر عند المنام يغفر لك به الذنوب والأثام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وصحح الحديث الألباني وهو في صحيح الترغيب. وأخيرا: إن أردت أن تحظر بمضاعفة هذه الأجور والحسنات فتذكر قول سيد البريات: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والحديث في صحيح مسلم. ثم الكلام: وربنا الودود وله المكان والعلا والجود، عن النبي محمد صلواته: ما نحكم ري وأورق عود. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.